أنت تصف هذا الأمر بالمحاولة الفاشلة حينما يعني يضع المركزي هذا القرار بهذا التعديل بهذا الرقم، تصفه بالمحاولة الجديدة الفاشلة. وذهبت في حديثك عن مسألة مبدأ بسيط وهو تقسيم العائد المادي لأي موظف ليبي أمام هذا الرقم. أستاذ محمد أهلا بك وجمهورك وضيوفك الكرام أستاذ حسني وأستاذ الرعيد. أنا أقول أنها فاشلة باعتبار أنا أتبنى أن يعني أن يتحول الاقتصاد الليبي من البنية الاستالينية اللي ورثناها عن القذافي إلى اقتصاد سوق الحر اللي يستطيع المواطن الليبي فيها أن يذهب إلى السوق وأن يأتي بخيره إلى أبنائه وأن يشتغل في إطار القانون وسداد ضرائب الوطنية. يعني ما حدث هو تخفيض للعملة الليبية، يعني محاولة التسميتة، يعني نسموه سمير نسموه بلبل نسموني توحيد الصرف، هو تخفيض لقيمة العملة الليبية. هي معناها أن القوة الشرائية للعملة الليبية في كل البضائع التي يتم استيرادها وخاصة الأساسية التي هي الدواء والغذاء، يعني سيكون خفضت قدرة الشراء فيها 3 أضعاف. وأنا أريد أولا قبل أن أسترسل أن أسمع من ضيفيك الكريمين اللي أحترم جدا خبرتهم الاقتصادية أن هم يفهموني يعني أين تقع الفائدة، يعني عشان نقدر نتكلم. أنا بقدرش نطلع عن أول واحد تكلم كمعارض، لازم المؤيد هو اللي يحكي قبل.